يلا يا جدعان عاملين ايه؟ يلا يا كوكو عايز اقول لكم حاجه. معلش يا جدعان استنوا علي صوتك كده عشان اوريكم مفاجاه اللي دخلتونا جوا بعتهالي. وايه تاني؟ والدرع الدهبي. وايه تاني؟ وهدومك الحلوه. هدومي الحلوه. والدرع بتاع بابا. والدرع بتاع بابا. استنوني استنوني بقى اشوفكم بقى اشوفكم بقى بالليل. بالليل لا لسه هنكمل الفيديو ان شاء الله. هعمل لكم فيديو دلوقتي في هديه جات لي موزه بسيطه بصراحه قمر 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 بصراحه فرحتني جدا اقسم بالله فرحت منها جدا وان شاء الله هعمل لكم الفيديو كامل دلوقتي. الاوضه دي على ما الاستاذ كوكو يخلص. كوكو هتصور معايا ولا لا؟ ودي حاجات هعلقها له على الحيطه وهظبط يعني الاوضه. كمل له بقى المجموعة دي بس. والشقة اهي من ساعة ما درع اليوتيوب بتاعي ودي هدوم من ساعة الفرح يعني هظبطها انا. وكوكو جات له هدية حلوة اوي الصبح هوريها لكم طبعا. انا فتحتها قلت اشوفها وعجبت كوكو جدا وبسطتني. ربنا يسعدك يا حاجه نجوى كده في حياتك ان شاء الله. ربنا يسعدك دايما ونفرجكوا على كل حاجه ان شاء الله. بصوا يا جماعه هات الشوز ده كده. الطقم ده جالي النهارده الصبح من تيتا نجوى لموزه. تيتا نجوى في اسكندريه. موزه بيقول لك هو بيحبك قوي. بصوا مقاسه ما شاء الله. ده اول طقم. بصوا ده البنطلون بتاعه. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. تاني طقم يصيفي جالنا اهو. ده منين بقى؟ ده من تيتا بطه. ده من امي. امي جابته له وهو جاي من السعوديه. قلت للسيف وادي البنطلون بتاعه. تمام. ادي ايه ده بتاع امي جايباه. وده برضو ايه طقم تاني امي جايباه لكوكو من السعوديه برضو للسيف. يبقى حلو معاه بالشورت بتاعه ما شاء الله ما شاء الله. حلو نشيله على جنب. وده نفس الكشمير اللي انا كنت جايبه لكوكو بس ده لون تاني نفسه يعني. حلو تمام. جيب له منه برضو ايه اللون التاني اللون ده. جيب له برضو ايه اللون التاني ده لكوكو برضو. بصوا ده الكوكو والظهر برضو بتاع ده نفس الستايل. الاتنين دول شكل واحد بس ايه الالوان مختلفه مع الكشمير اللي انا جبته له اللي حضر بيه ايه كاتب الكتاب. حلو. وده بنطلون جبته له عشان ايه المدرسه قطن كده وايه يبقى قمر عليه. حلو. وجبت له ايه تاني يا ربي؟ طبعا البنطلون ده انتوا شفتوه. انا جبتلوش غير جينز واحد بس. حلو. انا في الصيف بجيب له شراب. وادي هيكول اهي يلبسها تحت بيضه جميله حلوه تعج ايه تدفيه باذن الله. يلبسها يوم الفرح. حلو. مع الجاكيت القمر ده. الجاكيت القمر ده اللي الراجل نسي يشيل منه البتاعه دي. حسبي الله هرجع له انا هرجع له. بص يا عم احمد نسي يشيل دي. وقعد يقول لك الاكواد ومش الاكواد واصبر. يلا ماشي. الجاكيت ده جايبهوله يقضي بيه الفرح. طبعا ابو احمد جايب حاجات كتيره. انا بقى بوريكوا ابو احمد جايب ايه بعدين مش مهم. ولا ايه رايكم واحنا فيها كده اوريكوا انا جايب ايه بالمره بالمره اوريكوا انا بالمره. اصبروا. بصوا الجاكيت ده. ده انا جبت ايه قلت ايه لو سافرت ممكن اخده معايا. بص دي بتيجي الناحيه دي برضو
وبتقفل برضو من الناحية دي لو مش عايز تخليه عريض. في نفس الوقت دي بتيجي فوق كده فيها شكل حلو، ودي برضو ايه بتيجي هنا كده برضو. يعني هو ليه كذا تقفيلة بالسوس، ليه كذا تقفيلة. البطانة بتاعته جوه اهو، والجيب بتاعه حلو، جاكيت حلو جميل من عند زغلول اليوم اللي جبته فيه لما كنت فاتح اللايف. ادي الجاكيت حلو حلو. اللي بعده وده برضو ايه حته صوف كده جميله حلوه. البسها كده ايه وانا ماشي ولا حاجه. في التلبيس حلو بصراحه، نازل فيها القطيفة دي الجديدة، بس دي ايه اتقطعت مننا واحنا ايه بنشد من الشنطة، مش مشكلة. بصوا تلبسها ما شاء الله حلو والله. اللي بعده ونيجي على الجميل ده، حاجات دي انا جايبها يعني يوم ما كنت نازل اشتريت الشورت. بصوا ده ستايله غير التاني. الجاكيت في كبسولة تقفل هنا، هنا اهو في اكسسوارز مش عارف ايه حركات. نفتح الجاكيت زي الفل. الجيب بتاعه حلو ساده وجميل ومبطن وحلو ودبل اكس. الظهر بتاعه ساده برضه ما فيهوش اي حاجه. حلو حلو. ده بقى ايه تيشيرت جايبه ايه لزوم الفرح، هلبسه ايه يوم الفرح. في ايه هو ستايله دبابيس كده كده كده. فبعد اذنكم يا جماعه، اي حد يشوف الفيديو ده جاي الفرح ما يعملش حسابه انه لو الدبوس وقع من طرحته، الجلابيه اتقطعت، فستان اتقطع، زراير العريس اتشرت، محدش يجي يعشم في دبوس، عشان دي ايه تبع الصيحه وتبع الموضه. احنا ايه نكمل بعدين. في برضو ايه هنا ضاح تحت اهو وقلبناه كده كله دبابيس. يعني ان شاء الله هبقى اخش الفرح ايه انا ولا فانك والمعجبات كتير كتير نزوم الفرفره. حلو حلو. البنطلون اللي بعده بقى ايه اللي هيتلبس على نفس الطقم برده اهو لزوم برده ايه الفرفره. من هنا اهو الرجل حلوه. الجيب بصوا من ورا ساده خالص ما فيهوش اي حاجه زي الفل. هو بس في جيب هنا وحركات هنا مش مشكلة، انا نفسك مش واخد بالك. هنا من فوق سادة خالص، الدنيا زي الفل، لطيفة جميلة وظريفة وحبيبه والله. مع الشوز البيضة. نيكست اللي بعده ده يا جماعة ترنج ايه قلت هاخده ايه اجيبه وانا مسافر اخده معايا. ترنج يدفي تقعد بيه في البيت تخرج بيه. ترنج ده عايز ايه يروح المغسلة لسه. حلو. ادي ترنج اهو البتاع اللي فوق اهو بتاع ده زي السويت شيرت كده اهو. بصوا حلو، بصوا عامل ازاي ستايله. السوسته بتقفل لفوق خالص طبعا ايه شغل الكرشات ده ومش عارف بيقولوا عليه ايه، بس انا طبعا وشي هيروح فين لو قفلته، بس ستايل يعني. والظهر بتاعه تقريبا ساده زي ما هو. ماشي يا جماعه ماشي يا جماعه، بس كده ما عندناش حاجه تاني، فقره تانيه ونرجع. وانا يا جماعه بصوا ادي الشنطه اللي مجهزه عشان اسافر بيها. انا شنطه السفر انا مجهزها من دلوقتي، بنطلون وجلابيه وقميصين وحاجات وبنطلون وفوطه. دي شنطه السفر انا بجهزها من دلوقتي. بصوا بيها شنط السفر من دلوقتي. بصوا فبظبط حاجتي كده واحدة واحدة. والدرع ده يا جماعة جاي مكتوب درع المليون أحمد جاد موزة. ده تيتا نجوى بعتهولنا بتقول لنا إيه بقى. نسمع تيتا نجوى بتقول إيه. دي هدية بسيطة من تيتا نجوى، يا رب تعجبك يا موزة، هستناك تقول رأيك وتكلمني في فيديو مع بابا. تيتا نجوى من اسكندريه، ان شاء الله تبونا في الاجازه تنورونا. احنا بقولك يا تيتا نجوى شكرا ليك، ربنا يسعدك ويديك الصحه والعافيه. اسعدتيني جدا لان موزه فرح بيه قوي
وانا اللي بيسعد موزه بيسعدني والله، وربنا يسعدك دايما يا رب في حياتك ان شاء الله يا رب. شوف بقى هو ايه، اوريكم الدرع التاني بتاعي، ودي الدرع بتاعه اهو جاي فيه ابو احمد. هعلقه بقى واوريكم، انا هعلقه في الاوضه جوه. ده ابو احمد كده يا جماعه، اديله ايه لازق مش كتير قوي، ولزقه على الحيطه اوريه لكم اما يلزق. ايه يا جدعان؟ ايه يا كوكو يا حبيب قلبي؟ صوركم ما حركتهاش، بيكو بابا عشان ما تحركش. ماشي يا كوكو صورني. ايوه بصور. شفت ازاي شاطر في التصوير؟ شفت انا بدلعك ازاي؟ 5 دقايق وهتخلص. ماشي؟ ماشي يا كوكو. شجر عايز تنام. بيكو ايه رايك انت تصور؟ شاطر. حبيب قلبي. حلوة دي شكلها هنا صح؟ عايز يطلع شوية؟ بيكو لما جبنا الدرع ده بيعرف مين بعتهولنا تيتا نجوى. بيكو بعرف مين جاب لنا الدرع الدهبي تيتا نجوى. انت ظبطها له قبل ما اسافر. متظبطه بابا، وانا بقى ما سافرتش، انا خايف عليك. ايوه ما تخافش عليا بيكو. ما تعاملنيش وحش ماشي؟ عشان بابايا هيسافر، بابايا هيسافر المره الجايه عشان يجيب لنا فلوس كتير. ماشي يا كوكو اسمع بابا ربنا. هات العده دي، هات العده. طب في حاجة تعور هيك في الأرض. استنى أنا هروح بقى أجيب تليفون. حبيبي والله لسه عنده ايه تاني؟ عنده دي مش عارف احطها له فين دي يا عمو. فوق في السقف، في السقف كده.
يا كوكو؟ ايه؟ لا مش هيطلع. لا هيطلع. اسكت. بابا. بابا انا عندي فكرة متغنمية. طلعك هنا؟ لا عندي فكرة متغنمية. ماشي. حط دي هناك. هناك فين؟ فوق اللمبة. فوق اللمبة. فكرة متغنمية بقى. حطاله هنا؟ حلوة هنا يا كوكو. لايك. ايوه كده الله ينور. صح كده؟ شدش الشمر خالص. كده يا جماعة ايه، خلصنا النهاردة الفيديو بتاعنا، وريتكم حاجة موزة وحاجتي والدرع والشقة، وان شاء الله بكرة الفرح اللي عايز يجي ينورنا يا جماعة يجي قاعة كيان طريق البراجيلي. نورونا يا جماعة وعقبال عندكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.